النبتة الأكثر غرابة في التاريخ. قد لا يعرف الكثير منا ما هي هذه النبتة العجيبة. إنها تدعى المندراكورا، نبتة عجيبة نادرة جدا في الطبيعة، صعب الحصول عليها، تقريبا شبه مستحيل، فقد اكتشفها الإنسان منذ آلاف السنين. قديما كانت هذه النبتة لها اعتقاد سائد بأنه لها قوة سحرية عظيمة في الشفاء من الأمراض، وذلك عن طريق تناول أوراقها وثمارها العجيبة والتي تسمى بيض الجن. أما بالنسبة لجذورها فكانت تستخدم لتعاطي المخدرات وفي السحر الأسود قديما. ما هو العجيب في نبتة المندراكورا؟ العجيب في نبتة المندراكورا هي أن جذورها تشبه تقريبا جسم الإنسان في كل شيء، حتى إنه أيضا له رأس تماما مثل الإنسان. وما هو الأكثر عجبا على الإطلاق أن كل شخص أراد إخراجها فإنه يتعرض لصراخ قوي جدا، كل من يسمع هذا الصراخ فإنه يموت فورا. لهذا كانوا يستخدمون حيوانات قوية لاستخراج المندراكورا ليكونوا بعيدين عن هذا الصوت الشديد والذي يؤدي إلى الموت المحتوم. وعلى الرغم من ذلك تعد هذه النبتة من أكثر النباتات التي يبحث عنها العلماء لكونها تشفي أمراض خطيرة جدا والتي لم يجد له الأطباء دواء حتى الآن.